انت بالنسبه لي من الاسماء العظيمه كده. بقول لك بالنسبه لي انا شخصيا مقدم البرنامج لاني مشجع ومحب لريال مدريد، وفي وقتك انت ضميت اتنين من اكتر اللاعبين اللي انا كنت بحبهم في حياتي، فابيو كانافارو ورود فان نيستروي. فعشان كده هذه المداخله شخصيا فخور بيها وسعيد بيها جدا، واكيد بشكل عام كونك رئيس لاعظم نادي في العالم دي حاجه ايضا تشرفني جدا. إنني أيضا لي الشرف في المشاركة في هذا البرنامج، وإنني وأعتقد أنها لفتة جميلة جدا أن أكون هنا، وكنت أتمنى حسب كلامكم أن كنت أضم كريستيانو رونالدو، ولكن لم يكن لي الحظ أن أكمل هذه الصفقة. طيب بما انك ذكرت كريستيانو رونالدو هذه الصفقه وانا احضر لهذا اللقاء، قرات تصريحات سابقه ليك انه كريستيانو رونالدو كان على وشك الانضمام لريال مدريد وقت توليك مهمه رئاسه النادي، ولكن السير اليكس فيركسون مدير فني لمانشستر يونايتد وقتها هو اللي اعاق هذه الصفقه. في البدايه كان فعلا، ولكن استطعت أن أجعله يوقع في 12 ديسمبر 2008، ولكن لم أحظى بأن أستقبله، وبالتالي لا يهم من هو رئيس ريال مدريد، ولكن من يهمنا هو ريال مدريد كفريق. وبالتالي عندما قال نعم أظن أنني قد نجحت، وبالتالي قد شارك كريستيانو رونالدو أو تعاقد مع من أفضل النوادي، أفضل نادي في تاريخ كرة القدم.